تعليقا على انتهاك طائرات حربية روسية لأجواء بلاده، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو أن قواعد الاشتباك تطبق على الطائرات السورية أو الروسية أو طائرات أي دولة أخرى في حال انتهاكها للمجال الجوي التركي. وكان بيان صادر عن الخارجية التركية أشار إلى أن طائرة حربية روسية انتهكت أجواءها فوق ولاية هاتاي في 3 من تشرين الأول أكتوبر الجاري، وغادرتها باتجاه سوريا بعد أن اعترضتها مقاتلتان من سلاح الجو التركي. أغلو في مقابلة تلفزيونية أكد أن القوات المسلحة التركية لديها تعليمات واضحة بالقيام باللازم مع أي انتهاك للحدود التركية. في دوره أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس شتولتنبرغ تضامنه مع تركيا بعد دخول مقاتلات روسية مجالها الجوي، وقال في بيان له إن تصرفات روسيا لا تساهم في أمن واستقرار المنطقة. أدعو روسيا إلى الاحترام التام للمجال الجوي للناتو وتجنب تصعيد التوتر مع الحلفة، وأحث روسيا على اتخاذ الخطوات اللازمة لموائمة جهودها مع جهود المجتمع الدولي في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. الحديث دفع أنقرة لاستدعاء السفير الروسي للاحتجاج، فيما أكدت موسكو أن مقاتلتها دخلت الأجواء التركية عن طريق الخطأ بسبب سوء الأحوال الجوية.